أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي أمير المؤمنين وأولاده المعصومين بالحق حجج الله. الشهادة الثالثة في الأذان. عرفنا بأن الأذان توقيفي فلا يزداد فيه ولا ينقص إلا المشرع، أما بقوله أو فعله أو إقراره. وأول ظهور للشهادة الثالثة في الأذان كان في يوم غدير قم، عندما أذن سلمان المحمدي وإضافة الشهادة الثالثة وأقرها رسول الله ولم ينه عنها. وفي بعض الأخبار أنه صلى الله عليه وآله بلغه أن أبا ذر يذكر في الأذان بعد الشهادة بالرسالة أشهد أن عليا ولي الله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أو نسيتم قولي في غدير خم من كنت مولاه فعلي مولاه. ومعنى هذا الحديث إقرار رسول الله بل تشريع رسول الله الشهادة الثالثة في الأذان، وهو المألوف من مجموعة كبيرة من النصوص. الذي سبب الخلاف والجدال كثيرا فيما بين المسلمين، بعضهم أيد وبعضهم عارض، هو وجود الشهادة الثالثة. هل أن الشهادة الثالثة في الأذان؟ نحن نقول نعم، الشهادة الثالثة هي من الأذان. نعم، هي ليست جزءا واجبا كما أشار إليها العلماء، إنما أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله في رواية، بل روايات وردت أن النبي صلى الله عليه وآله جاءه أبو ذر وسلمان أو بعض الصحابة، أبو ذر وبعض الصحابة قالوا له يا رسول الله إن سلمان أذن بالشهادة الثالثة. هذا طبعا يعني أكثر ما يستند إليه بعض العلماء، هذه الرواية رواية حقيقة صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وآله حينما سمع ذلك قال فعل سلمان خيرا، يعني أمضاه وأقر له هذه الشهادة الثالثة، شهادته أشهد أن عليا ولي الله. وهذه طبعا هي مناسبة لتلك المرحلة ولذلك الظرف. قد يسأل أو نسأل لماذا النبي صلى الله عليه وآله لم يؤذن بها؟ طبعا أعتقد أن الإجابة واضحة، أن هذه المرحلة مرحلة الغدير، ما بعد الغدير، أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يعزز مكانة أمير المؤمنين عليه السلام وخلافته، والتأكيد على أنه ولي، ولي الله تعالى، وأنه وصي النبي صلى الله عليه وآله. وكما أن الله تعالى أمرنا أن نتشهد بالوحدانية له تعالى وبالرسالة للنبي صلى الله عليه وآله، حق على المؤمن وعلى المسلم أن يتشهد بالشهادة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن علي أمير المؤمنين وأولاده المعصومين بالحق حجج